قررت أن أتنحى تماما ونهائي عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن. سنة 67، سنة 67 كنت أنا في سنة ثالثة في كلية الطب، طالب زي كل الطلبة اللي موجودين في مصر، متحمسين جدا لما قامت حرب 67 وحنرمي إسرائيل في البحر وهنعمل وهنعمل وهنعمل، فبقينا مستنين الخبر اللي بيقول خلاص إسرائيل ما عادش لها وجود، فكنا متحمسين جدا. خلصت الحرب بالنكسة الرهيبة اللي وصلتنا إلى نوع من الإحباط الشديد. في 5 يونيو جالنا إحباط شديد قوي من نتيجة الحرب. الحقيقة وإحنا طلبة صغيرين نعمل إيه نعمل إيه، قعدنا ندور على طريقة إن إحنا نحاول نشارك بها مصر، إن إحنا ننهض من اللي إحنا فيه. فأنا واحد من الناس رحت التحقت بالمقاومة الشعبية، وكنا في نادي النصر في مصر الجديدة أياميها، واستلمنا سلاح وبيتنا في الشوارع 3-4 أيام على أمل إن اليهود ممكن يجوا ينزلوا القاهرة، وده طبعا كان احتمال بعيد لكن كان محطوط، وإحنا كنا مستعدين تماما إن أي حد يجي هندفنه في داخل مصر. وانتهت الحرب وإحنا بدأت يحصل شعور عام في البلد إن يعني النكسة دي لازم نفوق منها. توفى جمال عبد الناصر، حضرنا الوفاة، حضرنا الجنازة. وبعد ما اتخرجت دخلت الكلية الحربية سنة 69 والتحقت بالقوات المسلحة. خدمت الأول في لواء دفاع جوي، كان اللواء 109 الدفاع الجوي قريبا من السويس يعني، وحضرنا كل المناورات وكل زي كنا بنضرب الطائرات الإسرائيلية وزي يعني كل ما هو حرب استنزاف في الفترة اللي احنا حضرناها سنة 69 سنة 71. 71 اتحركت مع الجزء من اللواء الدفاع الجوي إلى منطقة اسمها بير عديب، دي جنوب السويس. بير عديب دي كانت المفروض هيحصل منها العبور سنة 71، وحصل ما يسمى وقتها بعام الضباب، لأن بعد ما كنا مقررين العبور اتلغى العبور لأسباب غير معروفة. يقال إن اليهود عرفوا خطة العبور في الوقت ده، ولكن بالضبط ما كانش معروف ليه اتلغى العبور. فاتلغى العبور والناس بدأت تتريق علينا كقوات مسلحة، أصل الدنيا كانت مظلمة، أصل ما شفناش الطيارات، أصل حاجات كده هزلية جدا. حد ما جت 73، 73 عام الانتصار. في 73 يوم 5 أكتوبر 73، طبعا ما قبل كده كنا بنحضر طبعا تدريبات شاقة وتدريبات عنيفة، وازاي نخلي المرضى وازاي نعالج المرضى وازاي يعني كلها حاجات خاصة بالعمليات المستقبلية. في يوم 5 أكتوبر 73 حصل اجتماع للواء اللي أنا كنت فيه، كان اللواء 25 مدرع مستقل، والاجتماع ده استمر لحد الساعة 1 بالليل. في خلال الاجتماع ده اتوزعت مهام الحرب على كل من بداية من الكتايب إلى السرايا. أنا كنت قائد سرية طبية وكان رتبتي وقتها نقيب طبيب،
وكانت المهمة بتاعتنا ان احنا هنعبر يوم 6 اكتوبر في حدود الساعة 8 مساء. هنا في نقطة عايز اوضحها كويس قوي. السادات الله يرحمه، ده انا بعتبره من القادة العظام اللي حكموا مصر، كان له رؤية واضحة جدا في فترة الحرب. كان التلقين بالضبط اللي بقوله ده هو ده اللي حصل يوم 5 اكتوبر 73. اتقال بالضبط ايه؟ ان احنا هنعبر قناة السويس لتكوين رأس جسر بعمق من 10 الى 15 كيلو نقطة لتحريك القضية السياسية. ليه اتعمل كده؟ لان في الوقت ده روسيا وامريكا اتفقوا مع بعض على انهم يحطوا قضية الشرق الاوسط في التلاجة لحد ما تظهر حاجة وبعدين يتكلموا فيها، فاحنا كنا عايزينهم يتكلموا فيها. فكانت الحرب عشان كده. وعشان كده لما اتحركنا واحتلينا رؤوس الكباري دي كان لازم يبقى في تحرك سياسي. الدنيا هاجت وماجت على انور السادات عشان يتحرك سياسيا وبدا يدور على الحل السياسي. لكن تخيل ان احنا لو كنا استولينا على هم ال 10 15 كيلو ووقفنا على كده، كنا برضو ما زلنا عايشين لحد دلوقتي في مرحله لا حرب ولا سلم. لكن تحركه عشان يعمل مبادرة السلام والتحرك من أجل السلام كان تحرك إيجابي جدا عشان يكمل ما بدأه. لكن لو ما بدأش يعمل كده كنا خلاص خسرنا، زي ما بنخسر كل الفرص المتاحة من 48 لحد دلوقتي. فده كانت رؤية واضحة جدا للسادات، والحقيقة لازم الناس كلها تفهم كده. يوم 8 أكتوبر مساء اصطفينا على حسب البرنامج اللي معمول لنا عشان نعدي قناة السويس. وكنت أنا أقدم رتبة في القول الإداري اللي هيعدي. كان معايا في حدود 150 عربية، طبعا عربية الخدمات الطبية اللي هي الإسعاف والشؤون الإدارية بتاعتي، وكان معايا كمان حاجات خاصة باللواء، الوقود والتعيينات والذخيرة وعربيات كتير قوي لا حصر لها ولا. المهم اصطفينا عشان نتحرك، فيا دوب هنبدأ نتحرك لقينا الشرطة العسكرية جت وقفتنا، قالت معلش استنوا بقى شوية، أخر التحرك شوية لأن الكوبري اللي احنا هنعدي عليه ما كانش لسه اكتمل بناؤه. حصل مشاكل فنية إن التربة اللي كانت على الساتر الترابي كانت من نوع الطفلة، فكانوا كل ما يسقوها بالمية عشان تنجرف كانت تتماسك. المهم في الآخر حوالي تأخر بناء الكوبري ده حوالي 12 إلى 18 ساعة تقريبا. هنا بقى الحقيقة أنا عايز أشكر الشرطة العسكرية لأنها عملت نظام مروري رائع عشان الناس تعدي وما يحصلش تكدس للقوات قدام الكوبري. فالحقيقة بنظام غير عادي بدأوا يرجعوا تحرك القوات واحدة واحدة وبنفس التنسيق اللي هو كان معمول من قبل الحرب، على أساس إنه هو اتأخر اللي هو ال 24 ساعة أو 18 ساعة اللي هم كانوا محددينها من قبل الحرب. وفعلا عدينا بيرسموس، كانش في أي مشاكل في العبور، وعدينا الناحية التانية. تعديتنا بقى الناحية التانية، الحقيقة برضو في نقطة عايز أتوقف عندها. أول ما عدينا الكوبري، عادة معروف إن منطقة الكوبري ومنطقة الرأس الكوبري هي دي أخطر نقطة، لأن هي ده المكان المستهدف للعدو إنه يجي يضربه، لأنه أسهل حتة يجي يضربها الكوبري أو رأس الكوبري. فأنا الحقيقة يا دوب عدينا الناحية التانية وفوجئت إن العساكر بتوعي نطوا من العربيات وبدأوا يحضنوا تراب سينا، كانت نقطة مؤثرة جدا، ويحطوا على هدومهم وعلى جسمهم رمال سينا.
لان كنوع من الشوق متشوق بقاله مده عايز الحته دي، عايز النقطه دي. طبعا انا عارف خطوره الموقف، فجري جري جري حركت الناس، اركب العربيات، وركبنا العربيات وبدانا نتحرك. احتلينا النقطه اللي كانت متخططه لنا قبل الحرب، وكانت اسمها نقطة الأمم المتحدة المراقبين الدوليين، وكانت جنوب البحيرات. الحقيقة النقطة دي كانت مجهزة كويس قوي، كان فيها ملجأ حصين، عملنا أوضة عمليات، وكان في الناحية الثانية زي استراحة كده، عربية زي عربية القطر، ما عملنا فيها نصها كانت أجزخانة ونصها كنا استراحة لنا، وفي طرقة في الوسط كبيرة قوي عملناها طرقة اللي هي الفرز للمرضى عشان نشوف مين اللي محتاج تدخل ومين اللي ممكن نحوله وكده يعني. وجزء تاني عملناه نقطة الإخلاء، إن نحمل منها العربيات وتحرك العربية. قسمنا الأمور. كنا في الوقت ده كنا في رمضان، فكنا صايمين. طبعا كنا بنيجي وقت الفطار، كان في شوية بقى مزاح بيننا وبين بعض، ان احنا يا جماعه احنا هنفطر، مين غايب مين غايب، لا ده فلان ما جاش ده، الله طب ما يمكن مات، هنقعد نستناه نقعد ناكل ولما يجي نقعد نهرج عليه، ده احنا كنا فاكرينك مت ومش مت، لان كان الموت بالنسبه لنا كان شيء طبيعي، انه ممكن اي واحد يموت، مش حاجه غريبه ان واحد كان موجود معانا ومات، يعني ما هيش مشكله، لكن كان ده نوع من المزاح بالنسبه لنا بيننا وبين بعض. استمرنا في عملية العلاج والإخلاء لحد يوم 14 أكتوبر. يوم 14 أكتوبر بدأت أعداد المصابين تزيد. ليه؟ برضو الحقيقة النقطة دي برضو من النقط اللي أنا لازم أوضحها يعني. هو احنا قبل 14 اكتوبر كان معظم القوات اللي عدت القناة كانت كلها قوات محاربة، يعني دبابات وعربيات مدرعة، يعني حاجات محاربة بس، فكانت الاصابات فيها قليلة. يعني انا يمكن لحد يوم 14 اكتوبر كان عدد المصابين اللي جودي كان لا يتعدى مثلا 20-30 مصاب يعني، والقتلى كانوا لا يزيدوا عن 10-15 قتيل، يعني ما كانش كتير قوي يعني. لكن ابتداء من 14 اكتوبر بدا العدد يزيد. ليه؟ لان كان شؤون اداريه اللواءات كلها بتاعه المنطقه دخلت، وكان تمركز الشؤون الاداريه دي على الساتر الترابي، على الساتر الترابي يعني الحرف الثاني من قناه السويس. كان في الوقت ده المدفعيه الاسرائيليه كانت بتضرب علينا قنابل بيسموها يعني قنابل طائشة، يعني ما كانش لها هدف معين انها بتضرب فيه. فكان قبل الناس دي ما تيجي كانت كل قنابلهم بتضرب في الرملة ما بتعملش حاجة، لكن بعد ما الناس جت فبقت اي قنبلة طائشة بتلاقي حد تضربه، فكان عشان كده زادت الاصابات. النقطة دي لازم نغير اسلوبنا في عملية الإمداد والتموين للقوات المسلحة، لازم ندور على طريقة تانية غير إن يبقى معانا الأعداد الضخمة دي من الناس، لأن دي اللي بتزود عدد المصابين أيام الحرب. سعادة الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. بدأنا الإصابات تزيد، بدأنا نتعامل مع الإصابات. كان دايما معروف إن السرايا الطبية مهمتها إن هي نمرة واحد علاج المصابين، نمرة اتنين
العلاج لدواعي إنقاذ الحياة ثم إخلاء المريض إلى المستوى الأعلى. ده كانت مهمة الخدمات الطبية. لكن إحنا كسرية طبية كنا سرية طبية مميزة عشان كان عندنا طقم طبي كويس قوي، وكان عندنا إمكانيات طبية ممكن نقدر نعالج بها بعض الحالات، واضطررنا في بعض الأحيان إن إحنا نعالج بعض الحالات. هفتكر في الوقت ده إن في ثلاث حالات إحنا تعرضنا لها وكان لازم إن إحنا نتعامل وياها في نفس اللحظة. يعني عايز أقول بس نقطة كده عن المعايشة بتاعتنا أيام ما كان الفترة اللي كانت اسمها الحصار، اللي بيقولوا على حصار. في الفترة دي طبعا ما كانش اللي عندنا إمداد جاي من مصر في الفترة دي، فإحنا كنا بنعتمد على المخزون اللي عندنا اللي موجود في داخل الجيش الثالث، يعني سواء تعيينات. وكان الواحد يذكر بالخير شركة إدفينا بتاعت الأغذية، ودي كانت بتورد كل أكلها للجيش، فكان كل أكلنا كده أرابيسكو مش عارف إيه، كان كل الأكل ده كان موجود. وصحيح كنا قليل لكن كان بيكفينا، كان بيبقى كافي. ولما شح شوية الأكل كنا بنروح نصطاد سمك من قناة السويس ونيجي نوزع على الناس ونأكل الناس، كنا متعايشين يعني. الحاجة الظريفة اللي عايز أقولها إن لما اليهود كانوا بيرموا علينا قنابل البلي، في بعض القنابل ما كانتش بتنفجر، كنا بنخلي العساكر كلياتهم هم اللي بيعملوها، مش أنا اللي اخترعتها، إن هم لقيتهم بيقولوا لي ده احنا بنولع القنابل دي نار وبنسخن بيها الأكل. فاتضح إن هم بيمسك القنبلة يفكها ويشيل المفجر اللي جواها يرميه، ويستخدم التي ان تي المادة اللي هي جوه القنبلة كوقود، يولع عود كبريت ويولعها تطلع شعلة نار زي بتاعة البوتاجاز بالظبط. كان بيسوي عليها الأكل، نعمل بيها شاي ونعمل بيها سكر. فشوف ازاي كنا بنتصرف واحنا برضو في عز، كان لنا اسلوبنا في التصرف. لما شحت المية جت الدنيا مطرت، ففردنا مشمعات ضخمة جدا عشان نستقبل مياه المطر وننزلها في جراكن، ومالينا جراكن مية عشان نشرب منها. استخدمنا القناع الواقي ان احنا نعمل عملية تقطير للمية عشان نشرب مية. الحقيقة كانت فترة كلها دروس وعلم ووطنية. هو الحقيقة السنة دي بالذات كانت الاحتفالات بتاعت حرب أكتوبر كانت مميزة جدا، ويمكن زادها تمييز فيلم الممر اللي تعرض في التلفزيون، لأنه حسس الناس بوقت الحرب وحسس الناس بالحرب، فكانت فترة مميزة قوي. دي ألهبت الشعور الوطني في مصر ورجعت روح الانتماء للمصريين اللي احنا عايزينها، لأن هو عشان مصر تتقدم وتنتقل إلى يعني حالة جديدة لازم الانتماء، لازم كلنا نعيش لحظة الانتصار دي عشان تبقى ركيزة لنا لما هو قادم.